مساء الخير ومرحبا بكم في أحوال الطقس. كان طقس اليوم كثيف السحب بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر كان مضطربا فشديد الاضطراب. أما درجة الحرارة لهذا اليوم كانت بالعاصمة 18 درجة، نابل 19 درجة، 18 درجة ببنزرت، سوسة 19 درجة، سليانة 16 درجة، 20 درجة بكل القيروان وقبلي. الطاقات الجوية اليوم الأربعاء سحب عابرة إلى كثيفة بالشمال والسواحل الشرقية. الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد. البحر يكون شديد الاضطراب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا، طقس ممطر ومغيم متواصل على مدار الأسبوع بأغلب مناطق شمال القارة الإفريقية ومشمس نسبيا بمصر وسواحل البحر الأحمر. ودرجة الحرارة تكون القاهرة 27 درجة، 23 درجة ببنغازي، 27 درجة بطرابلس، الجزائر 15 درجة، 22 درجة بالرباط و21 درجة بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، أجواء دافئة، حرارة مستقرة مع سحب عابرة بكافة البلدان، كثيفة أقصى شمال شبه الجزيرة العربية وممطرة بالدوحة ودبي. ودرجة الحرارة تكون الرياض 31 درجة، 37 درجة بمكة المكرمة، صنعاء 25 درجة، 38 درجة بالخرطوم، دمشق 28 درجة والقدس 20 درجة. مروا إلى أوروبا، تتزايد حدة برودة الطقس بكافة أنحاء القارة، أمطر بكمية كبيرة نتيجة لسحب رعدية متمركزة بالمناطق الوسطى والجنوبية مع درجة حرارة تحت الصفر بروسيا والدنمارك. ودرجة الحرارة تكون بوخارست 3 درجات، 7 درجات بإسطنبول، روما 12 درجة، باريس أيضا 12 درجة، بروكسل 10 درجات، مارسيليا 13 درجة، أمستردام 12 درجة وبرلين 4 درجات. وصول إلى شمال أمريكا، أجواء مشمسة إلى مغيمة شمال القارة مع أمطار غزيرة بنيويورك. ودرجة الحرارة تسجل مونتريال 12 درجة، 15 درجة بواشنطن، مكسيكو سيتي 19 درجة و23 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس، سحب عابرة إلى كثيفة بأغلب مناطق البلاد. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة الأربعاء بين 12 درجة و 19 درجة، الخميس بين 13 درجة و 19 درجة، يوم الجمعة بين 14 درجة و 19 درجة. غدا الأربعاء 30 من نوفمبر يكون الشروق على الساعة 7 و 12 دقيقة والغروب في 5 و 4 دقائق. صوت الشروق أرسله لنا مصطفى الفهري من المنصورة نابل. أما صوت الغروب فتصلنا من المدينة المنورة لمحمد اليوسفي. أوقات صلاة اليوم الغد تكون كالتالي: الصبح في 5:40 دقيقة، الظهر منتصف النهار 15 دقيقة، العصر في 2:45 دقيقة، المغرب في 5:06 دقائق، أما العشاء في 6:35 دقيقة. ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.